كان اكو شحه بالاهداف حتى مع الانديه الجماهيريه، الانديه الكبيره، الانديه اللي تمتلك خيره نجوم الكره العراقيه. يعني اذا جينا على الزوره عندنا مهند رحيم، اذا جينا على الشرطه عندنا مهند، وعندنا على عبد الزهره ما اعتزازنا بالباقين، اذا جينا مثلا على الجويه نلقى امجد راضي ونلقى حمادي، لكن اكو شحه بالاهداف. ترى ماكو بعد فارق الاربعه والخمسه والثلاثه ما اعرف وين السبب كابتن. حتى كابتن محمد اضيف الى كلامك، يعني حتى على مستوى ترتيب الهدافين في البطوله الاسيويه، يعني نعم، اعلى اهداف ثلاث اهداف يعني بعد مرور يعني كثير من المباريات، وهذا دليل انه هناك شحه بالهدافين المميزين الموهوبين. احنا عندنا لاعبين مميزين، كل اللي ذكرتهم لاعبين مميزين، لكن في اعتقادي كره القدم اليوم لا تعتمد على الهداف الموهوب. الفريق اذا كان يشتغل باسلوب جماعي هجومي راح يفيد كثير انه يكون هو مسجل الاهداف. يعني اللي 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 يغص في قلبي حقيقه بالدوري العراقي، يعني مباراه كامله تخلص ما اشوف سنتر شوت اثنين صح او تسديده زين. هذا اللاعب المهاجم شلون يضرب كله؟ ما تقول لي شلون يضرب هيد؟ يعني قبل ان تقول احمد راضي، من تقول كريم صدام، من تقول حسين سعيد، من تقول هذول النجوم، حبيب جعفر السنتر شوت مالته يجيبه على الراس، صحيح، سعد قيس يخلي لك اياها، صحيح، سعد عبد الحميد، مو انت حتى لا حتى لا نظلم، حتى كثير من اللاعبين انت تعرف تعاصرتهم، انت كنت تدق اوفر هوايه اكيد حمد، كنت مع نادي الطلبه كثير، صانع اهداف بهذه الطريقه ليونس محمود وكثير من النجوم. لذلك انه مساله تسجيل الاهداف لا تقتصر فقط على المهاجم، يعني هي مساله فنيه باسلوب جماعي للفريق تنتهي بتسجيل الهدف للاعب الهداف. لاعب الهداف للاسف احنا لاعبين جيدين، لكن هناك مساله مهمه لكل لاعب مهاجم، التمركز في منطقه الجزاء. اكو لاعب تقول هو تجي الطوبه، هو مو تجي الطوبه، مثل ميسي، وميسي يقول لك الطوبه مشلبه بي، لا هو يعرف وين يوقف في البوكس، مثل صحيح. كريم صدام وكذا كان يوقف بالبوكس تجي الطوبه ليما، لان يعرف انه راح تنزل بالطريقه الصحيحه. نعم، اكيد انه الفترات الماضيه عدم وجود الاعداد الصحيح من الفئات العمريه متسلسلا للوصول للفريق الاول، كثير من الامور تفقد اللاعب وصوله للفريق الاول، تفقدها المهارات الاساسيه لكره القدم. احنا المهارات الاساسيه الناس تاخذها من عمر 6 سنين و8 سنين و10 سنين، احنا لاعبنا بالعراق صار ياخذها عمر 16 سنه 14 سنه، لذلك مساله استقبالها لذهن اللاعب تكون بطيئه. طيب بدقيقه واحده